أظن أن الجامعة الصيفية لها دور كبير منذ نشأتها في 1979 إلى الآن في الدفاع عن الهوية الأمازيغية من خلال اللقاءات التي ما فتئت تقوم بها، يعني الندوات لي ديفيرون كولوك كيل افي بريزونتي دوبوي 1979، اي لا كيسيون دو ليدنتيتي كونستيتو اون كيسيون بريمورديال اي دون 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 سا فيلوزوفي puisque il défend cette identité à la fois dans son versant linguistique, ça veut dire toute lettre, dans son versant culturel, ça veut dire Taousna, et dans son versant aussi territorial. درس واحد ندوى حول الأرض، الهوية وعلاقتها بالأرض. الآن كدير ندوى حول الهوية وعلاقتها بالديمقراطية والمجتمع الحداثي. إذن منذ النشأة إلى الآن تدافع عن الهوية الأمازيغية لغة وثقافة و يعني دون طول سي كونتور. حقيقة الجامعة الصيفية هي فضاء وهي مؤسسة، كيف ما كتعرفوا الجامعة الصيفية في أكادير هي مؤسسة عندها حوالي 40 سنة، بمعنى آخر أن هناك أجيال تعاقبت يعني على الجامعة. في نفس الوقت هي فضاء للنقاش، نحن في حاجة إليه داخل المجتمع المغربي اليوم. هذه الفضاءات تسمح بتبادل الأفكار، بخلق نقاشات، تسمح أيضا للباحثين تقاسم تجاربهم البحثية وأفكارهم مع الجمهور الجامعة الصيفية. أيضا الجامعة الصيفية هي مؤسسة، لأنه هذه المؤسسات تسمح يعني بتطوير مجموعة من الأفكار حول مجموعة من القضايا والظواهر التي نحن في حاجة إلى معرفة المزيد عنها في مجتمعنا اليوم، المجتمع اللي يعرف تحولات وطفرات اجتماعية مهمة. كنحضر كوم بارتيسيبون في الجامعه الصيفيه لاكادير في هذه الدوره الاخيره اللي انتيتولي سور ليدونتيتي لي دووا دو لوم لا فام اكسيتيرا. كنت مون انترفونسيون اللي انتيتولي سور لا كيستيون دو لا ناسيوناليتي دو لا فام ماروكان انتر لي بريوكيباسيون ديموكراتيك اي لي انجو دو لا مودرنيزاسيون. ا ترافير سيت كومونيكاسيون سيت بارتيسيپاسيون جي اسايي دو ايدونتيفيي لو ساتو جوريديك دو لا فام ماروكان d'abord en tant que femme, en tant que épouse et en tant que mère d'enfant. J'ai essayé de soulever les différentes formes de discrimination auxquelles la femme marocaine est exposée. Et enfin, j'ai proposé un ensemble de recommandations qui visent bien sûr la promotion de la statut juridique de la femme marocaine vers plus d'égalité, vers plus de lutte contre les discriminations et c'est tout.